ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل لا خبت مرهفات آل علي، لا خبت مرهفات آل علي فهي النار والأعادي وقود. عقدوا بينها وبين المنايا ودعوها هنا أن توفل عقود. ملأوا بالعدا جهنم حتى قنعت ما تقول هل لي مزيد. ومذلاه جل نادى هلموا وهم المسرعون مهما نادوا. نزلوا عن خيولهم للمنايا وويلا وقصارى هذا النزول صعود. نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارى هذا النزول صعود. فقضوا الصدور منهم تلظى بضرام وما أبيح الورايا. تركوها يا على الصعيد ثلاثا، يا بنفسي ماذا يقيل
الصعيد فوقه لو درى هياك لقدس فوقها لو درى هياك لقدس هو للحشر فيهما محسود تربتان تعكف الملائك فيها فركوع لهم بها والسجود الله انتخبهم بالسعاد من كل قبيلة مطيعين حول وكيل فتح الضايشيل ولي فازت عبيد بها ومنها خابت احرار ومنهم نصارى والسعد سواه منصب والضيغم محمد يعوق المرض بالدار في كل وقعه برجل اكبر يشيل مولى ابو ذر الغفار صار منهم الاعلام رفت والعبد شايل العلم حضان هضبه واختلاط دمه بدمهم بعيد وقريب الليلة فمن كل قبيلة شلون اجتمع وقال لحظوظ جلبتهم وجابتهم من بعيد يوم المنية صار عدهم جنه العيد والكل منهم لالفنا متقدم يريد فادي له بروحا كلهم فد وهيل معذور فيهم بو عليلة وقف محتار يا من عاينهم ضحايا فوق لو عايا ما صار بالدنيا مثلهم صفوات أنصار حقل عليهم وقف دمعه يسيل ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستفترق أمتي من بعدي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب وأفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. إخبار من رسول الله صلى الله عليه وآله بمستقبل ومآل هذه الأمة
يكشف ما سيؤول إليه حال هذه الأمة. سيأتي زمان على هذه الأمة ستتفرق وتتمزق وتتناحر وتتدابر وتتحول إلى قطع وشراذم وأحزاب وأطياف وتيارات وتوجهات متضاربة متعارضة متصادمة في بعضها البعض، بل أكثر من هذا، تجد المسلمون فيما بينهم بمجرد أن يدب اختلاف ولو بمستوى بسيط على مستوى قضية فقهية يسارع كل من الطرف نحو أخيه الآخر بالتكفير والإخراج من الملة. أنا أقول لك كافر، أنت تقول لي مشرك، أنا أقول لك أنت إنسان خارج من الملة، أنت تقول لي أنت إنسان خارج من الدين، وهكذا. بل تجد الحروب والمعارك إنما تنشأ بين صفوف المسلمين. والآن شوف أماكن الاضطرابات الموجودة على مستوى العالم الإسلامي، المحارب والمحارب كلهم من نفس طائفة الإسلام، يعني كلهم مسلمين، هذا مسلم وهذا مسلم، هذا يرفع لواء مكتوب عليه لا إله إلا الله، وذاك المقتول أيضا يتشهد الشهادتين ويقول لا إله إلا الله. تقاتلوا تذابحوا تناحروا فيما بينهم، ستفترق أمتي إلى 73 فرقة. اللطيف أن النبي صلى الله عليه وآله نسب هؤلاء إليه، قال ستفترق أمتي، هذا لما هم يهود ولا نصارى ولا مجوس ولا أي طائفة أخرى، لا لا، هذا لين ينسبون إلى رسول الله، ستفترق أمتي، أنا اللي تابعة إلي اللي تدين بدين الإسلام، ستفترق أمتي إلى 73 فرقة. وين مصيرهم؟ قال كلها في النار، كل هالفرق في نار جهنم إلا واحدة، إلا فرقة واحدة هي هذه الناجية المؤهلة للدخول إلى الجنة. ومع الأسف الشديد أنه لربما من أكبر مصاديق هذا الحديث وهذا العصر الذي أنا وأنت نعيش فيه، جاي سيز مضبوط علينا يطابق الوضع الذي نحن فيه، كل المسلمين يتناحرون فيما بينهم، وكل منهم قد فتح على فمه بأوسعه يريد أن ينقض على أخيه المسلم وينهش من لحمه. هذا وضعنا لولا هو هذا. من هنا نريد أن نتحدث في هذا الموضوع في نقطتين مختصرا. نقطة الأولى، ما سبب تفرق الأمة الإسلامية؟ ليش الأمة تفرقت هكذا؟ ما الداعي؟ ما هي الأسباب؟ أليس الدين واحد؟ أليس الرب واحد؟ أليس المصحف دستور الأمة واحد؟ أليس القبلة واحدة؟ أليس النبي الذي نحن ننتمي إليه واحد؟ فلماذا هذا التفرق؟ لماذا هذا التشرذم؟ من وين جاء هذا التشقق في صفوف المسلمين حتى تكالب بعضهم على البعض الآخر؟ ما هي الأسباب التي تقف من وراء تمزق الأمة إلى أطياف ومذاهب؟ هذا أولا. ثانيا، النبي يقول إلا فرقة، يبدو أن هناك فرقة واحدة فقط هي الناجية، فأي هذه الفرق؟ أحسنت، بس ويش الدليل؟ لابد أن يكون هناك أدلة تدل على أن الفرقة الناجية هذه الفرقة دون غيرها. هذه النقطة الثانية في الكلام. النقطة الأولى، ما سبب تفرق الأمة؟ في الحقيقة كتب المفكرون والكتاب والمحللون الإسلاميون في هذا الجانب كتبا كثيرة، لكنهم اشتركوا على أسباب تفرق الأمة، ولعل أهم أسباب تفرق الأمة سببان في الحقيقة. السبب الأول، الأطماع التي ينشدها مؤسس هذه المذاهب. شوف كل مذهب ينشأ وينشط ويبدأ في الانتشار له مؤسس، هذا المؤسس إنما أسس هذا المذهب بالدرجة الأولى طمعا في بعض الأغراض والنوايا والأهداف، عند أغراض شخصية منافع شخصية يبحث عنها ما راح تتحقق إلا عندما ينشئ مذهب ويشق شرخ الأمة من أوله وآخره، وهذا سهل المنال وسهل التحصل، بسيط جدا، اقرأ في كل فرقة من فرق المسلمين ستجد هذا المعنى واضح بشكل جلي. خذ مثالين. مثال الأول،
الفرقة الجبرية، سامع عنها؟ الفرقة الجبرية هاي فكرتها شنو؟ أن الإنسان مجبور على أفعاله، كل ما يقوم به الإنسان إنما هو بتوجيه من الله جل وعلا. أنا أذهب وأروح وأجلس وأقوم وأنام وأقعد، عليكم السلام، كل ذلك إنما هو من الله، فأنا مجبور على أفعالي، مجبور على أقوالي، مجبور على مواقفي. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، كلها مشيئة إلهية، أنا مالي دخل، أنا إنسان أدرج على الأرض، لكن التوجيه من صوب الله جل وعلا. فالإنسان مجبور على أفعاله وعلى أقواله وعلى كل شيء يصدر منه. زين، هذه الفكرة وهذا المذهب وهذا التوجه من الذي أسسه؟ أسسه بنو أمية. ليش أسسوا هذا المذهب؟ لماذا تركوا الناس يأخذون العقيدة بهذه الطريقة أن الإنسان مجبور على أفعاله؟ اتفتش تشوف المؤسس الأول إلى هذا الفكر هو معاوية. لما طلع مثل هذا الفكر وأسس إليه واستند إلى آيات قرآنية حتى تعطي تأييدا لهذا الفكر الذي يبثه في الناس؟ حتى إذا صدر منه أي مخالفة شرعية، أي تجاوز في الدين، أي نهب إلى مقدرات الأمة، إنما يكون في جهة البراءة، إنسان بريء هو مجبور على ذلك. تقول معقولة يعني بنو أمية أسسوا مثل هذا الفكر؟ أقول لك نعم، مواقفهم تدل على ذلك. خذ موقفين، موقف من معاوية وموقف من ولده المدلل يزيد. الموقف الذي من معاوية، كلنا يحفظ هذا الموقف، أنه لما أبرم الصلح بينه وبين أبي محمد الحسن سلام الله عليهما، سلام الله عليه، لما أبرم هذا الصلح يقولون صعد المنبر معاوية وقال: أيها الناس، ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتزكوا ولا لتزكوا ولا لتحجوا، إذن ليش؟ قال: إنما قاتلتكم لأتأمر عليكم. تعالي شوف كلمة الخبيثة ما هي، كلمة حط تحتها 10 أسطر حمراء، يقول: وقد مكنني الله من ذلك وأنتم له كارهون. الله هو اللي جابني وخلاني عليكم خليفة، دوركم الطاعة إلي، مو أنا اللي جيت وسعيت إلى المنصب، لا، الله مكنني، فأنا مجبور على هذا المكان الذي أنا فيه، وأنتم مجبورون على تحمل كل شيء يصدر مني. هذا جبر لو مو جبر؟ هذا هو الجبر. وقد مكنني الله من ذلك وأنتم له كارهون. هذا موقف يدل على أن الرجل إنما بث مثل هذا الفكر ومثل هذا التوجه ومثل هذا المذهب حتى يزكي نفسه ويرفع عن نفسه أي شبهة. هذا الموقف الأول. الموقف الثاني من ولده يزيد. يزيد أيضا استعان بنفس هذا الفكر. الرواية المشهورة التي تحفظونها ويحفظها الصغير والكبير، وبالمناسبة هذا اليوم هو غرة شهر صفر، وفيه قد وصلت قافلة السبايا إلى الشام، واستقبلهم يزيد لعنه الله بعد أن أوقفهم على باب الساعات 3 أيام، وأعطى إذن عام للمسلمين أو لأهل البلاد أن يزينوا الطرقات، واتخذ ذاك اليوم يوم عيد. ثم أدخلت زينب وأخوات زينب على طاغية الشام لعنه الله. لما أدخل السبايا على يزيد وأتي برأس الحسين في طشت من ذهب، يقولون صار ينظر إلى رأس الحسين ويخاطب الحسين أو يخاطب الرأس بهذه الطريقة، يقول: لحسين، تنازعني في الملك كأنك لم تقرأ القرآن؟ أشوفك طلعت بها الثورة ومو منتبه إلى القرآن الكريم، القرآن يدينك يا حسين، تنازعني في الملك كأنك لم تقرأ القرآن؟ شنو هالآية التي تخدمك يا يزيد؟ قال في قوله تعالى: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. الله هو اللي خلاني أصير ملك على هالأمة هذه، دورك الطاعة، وإذا خرجت علي فمصيرك. من وين طلع هالفكر هذا؟ أبوه هو الذي أسس. إذن تبين أن هذا التوجه اللي إلى يومك هذا نحن مبتلون به، وإلى يومك هذا نحن نعاني من هذا الفكر الضال، أسسه بنو أمية ويبتغون من ورائه مصالح. هذا مثال من الأمثلة على ذلك. بعد مثال آخر، طاعة
طائفة انتشرت في أوساط المسلمين، ومع الأسف طائفة تنتمي إلى خط التشيع، تعتبر من الطوائف الشيعية، تنسب إلى التشيع، وهي الفرقة الواقفية. أي الفرقة الواقفية فرقة شيعية من فرق المسلمين، أسسها رجل اسمه علي بن أبي حمزة البطائني. ليش أسس مثل هذه الطائفة وشق الأمة؟ وحتى أن الأئمة سلام الله عليهم حذروا منها قبل مجيئها، ويقول عنها الشيخ السبحاني حفظه الله أنها من أخطر الطوائف الشيعية في الإسلام. هذه أخطر طائفة تعرض إليها المسلمون، طائفة الواقفة. هؤلاء شنو فكر مالهم؟ هؤلاء فكرهم أن الإمامة توقفت عند الإمام الكاظم سلام الله عليه، خلاص، ومن جاء من بعده إنما هم مدعو إمامة وليسوا بأئمة. من الإمام الرضا وإنت جاي، هؤلاء ليسوا بأئمة، الإمامة تقع عند الإمام الكاظم، والإمام الكاظم لم يمت بل رفعه الله إليه، وهو الذي سوف يخرج في آخر الزمان وينزل من السماء هو مع عيسى ويملأ الأرض قسطا وعدلا. ليش طلعتم مثل هذا الفكر الذي أسسها كما قلت لك رجل يدعى علي بن أبي حمزة البطائني؟ هذا الرجل لما استشهد الإمام الكاظم في السجن، جاء هذا الرجل وفتح الخزانة عنده، هذا كان من وكلاء الإمام الكاظم، فتح الخزانة وإذا الخزانة مليئة بالأموال، كلها حقوق شرعية، 20,000 دينار ذهب. زين، هو الآن أمام أمرين، إما أن يعترف بإمامة الإمام الرضا وبالتبعية يسلم هالأموال كلها كحقوق شرعية إلى من؟ إلى الإمام الرضا، أو يخترع له مذهب جديد حتى يستحوذ على هالأموال. خرج بمثل هذا المذهب، قال يا جماعة الكاظم لم يمت بل رفعه الله إليه، علي بن موسى ليس بإمام، هو واحد من أولاد الإمام الكاظم بس ما هو إمام، لأن الإمامة توقفت عند الإمام الكاظم، وصارت هالأموال التي في الخزينة كلها وين؟ في جيبه. إذن أول سبب من أسباب تفرق الأمة وتشرذمها وتحولها إلى فرق ومذاهب هو ما نجده من مطامع كان ينشدها مؤسس هذه المذاهب. وعلى ذلك فقس ما سواه، روح بعد بقية المذاهب الأخرى راح تشوف كلها تصب في نفس هذا المعنى. هذا أولا. السبب الثاني الذي جعل الأمة تتفرق وتتمزق وتتناحر فيما بينها هو الابتعاد عن المعين الصافي. كلما ابتعد الناس والمسلمون عن المعين الصافي زادوا تيها وضلالا. ما هو المعين الصافي؟ أهل البيت سلام الله عليهم. النبي أعطى ضمانة، قال إني تارك فيكم ثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. لن يقول أهل اللغة العربية تفيد التأبيد، يعني 100% ما راح تضلون، لكن بالنتيجة فيما لو تخليتم عن أحدهما فإن المصير إلى وين؟ إلى الضلالة، إلى الغواية، إلى التيه، إلى الابتعاد عن دين الله. الأمة ما قصرت، بمجرد أن وسد رسول الله صلى الله عليه وآله في ثراه وإذا بالرجل الثاني يخرج في أوساط الشوارع كالمجنون مثل الأهبل يصرخ لا تدونوا سنة رسول الله، أتريدوا أن تكونوا كاليهود؟ فقد عطلوا التوراة وأخذوا بالتلموذ ومنع أن تدون سنة النبي صلى الله عليه وآله، ثم أبعدوهم عن مناصبهم بدءا من أمير المؤمنين وأنت جاي، وهكذا بدأوا يبتعدون عن أهل البيت شيئا فشيئا حتى تاهوا في غياهب الظلمات. والشوف يخرجون بفهم مغلوط للدين، يفسرون القرآن تفسيرا خاطئ، يفهمون التوحيد فهما خاطئ، يجسمون الله جل وعلا، الفقه والمسائل الفقهية يأخذونها يمينا وشمالا حتى خاضوا في مشاكل وإشكاليات تدينهم إلى يومك هذا، وطلعت لك هالمذاهب الأشكال والألوان لأنهم ابتعدوا عن أهل البيت. بتمر عليك ذكرى شهادة الإمام الرضا ولعله تسمع مثل هذه الرواية. يدخل رجل على الإمام الرضا سلام الله عليه، يقول له يا ابن رسول الله ما تقول في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ شو تقول في هالآية يا ابن رسول الله؟ الإمام تقول الرواية ما أجابه. أول شيء قال ماذا يقول القوم عنها؟
دلك وش يقولون؟ فقال ابن رسول الله إنهم يقولون أن المؤمن يوم القيامة ينظر إلى الله جل وعلا وإلى وجهه الشريف، لأن الله يوم القيامة يؤتى إليه بكرسي ويقعد على الكرسي وهو شاب أمرد أثلج الثنايا مفرق بين أسنانه في فجوات، زين أمرد يعني حليق اللحية والشارب، ورأسه كله أجعد، أجعد يعني ما هو مستقيم الشعر ماله، ويقعد على الكرسي وطالع يشوف شلون يوزع أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. ثم يقال لجهنم هل امتلأتي؟ خلاص دخلوا فيك كل أهل النار. هل امتلأتي؟ فتقول هل من مزيد؟ فيخرج الله رجله ويضعها في النار فتقول قط اكتفئت خلاص. بس التفت الإمام إليه قال كذب والله، هذا تجسيم، شنو هذا؟ انت بمجرد ما تعطي الله جل وعلا صفة الجسمانية يعني اعطيت حيز، واذا اعطيت حيز يعني وجد في مكان وفقد في مكان اخر. والله يقول اينما تولوا فثم وجه الله وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله. كيف يفهم هكذا؟ هذا خطأ، فهم خاطئ. قال له زين سيدي عجل شلون تفهم هالآية هذه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ قال ناظرة أي تنتظر رحمة ربها. النظر ليس بمعنى المشاهدة وإنما بمعنى التمهل والانتظار. ألم يقل إبليس لعنه الله وهو يخاطب الله جل وعلا، خاطبه الله قال إنك من المنظرين، منظرين يعني ممهلين، راح تتمهل ممهلك، ما نقبض روحك إلا عقب ما تغوي أكبر قدر ممكن ممن تتمكن منهم من العباد. منظر يعني ممهل. أيضا هنا ناظرة أي تنتظر رحمة الله جل وعلا يوم القيامة، لله رحمة واسعة يطمع في رحمته حتى إبليس لعنه الله. يدخل الله برحمته من يشاء في الجنة. إن الرحمة على 100 درجة، درجة واحدة في الدنيا و99 ادخرها الله ليوم القيامة. فالمؤمن ينتظر رحمة الله في ذلك اليوم. هذه ناظرة. قال زين سيدي هذه ناظرة إلى ربها ناظرة. إلى ربها ناظرة يعني شنو؟ قال ناظرة أي نظرة مشرقة. المؤمن له إشراق يوم القيامة، نورهم يسعى بين أيديهم إله نظارة. وجه المؤمن في يوم القيامة مميز وجهه من بين الخلائق، هذا معنى الآية. لكن لأنهم ابتعدوا عن أهل البيت تاهوا في فهمهم للدين، صاروا يفسرون القرآن تفسير خاطئ، صاروا يجسمون الله جل وعلا، صاروا يتطاولون على الذات المقدسة، صاروا يعبدون الله على حرف. من هنا نشأت تلك المذاهب الملتوية يمينا وشمالا. هذا سببان أساسيان في تفرق الأمة. السبب الأول هو المطامع التي يبحث عنها مؤسس هذه المذاهب، واثنين الابتعاد عن منهج أهل البيت وعن العين الصافية والمنبع النقي وهم أهل البيت. هذه النقطة الأولى في الكلام. النقطة الثانية، أي الفرق هي الناجية؟ ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار باستثناء فرقة واحدة، أي هذه الفرق الناجية؟ لا شك ولا ريب كل صاحب فرقة راح يقول نحن، ما في أحد بيأسس له مذهب بيقول مو إحنا، كلهم بيقولون نحن. لكن الحق أن الفرقة الناجية هي فرقة أتباع محمد وآل محمد. الكل أيضا يقول نحن أتباع محمد وآل محمد، ما في أحد بيقول إحنا مو مع أهل البيت. الكل يدعي أنه ينتسب ويحب أهل البيت سلام الله عليهم. حتى ذاك الرجل في القناة المعروفة طلع وقال بعد جعفر الذي نعرفه وجعرف جعفر الذي لا نعرفه، كورونا البرنامج جعفر الذي نعرفه وجعفر الذي لا نعرفه، وقال لك إن إحنا بعد أيضا من أتباع جعفر، وأحق الناس بمذهب أهل البيت هم الطائفة الفلانية. إذن من هم أتباع محمد وآل محمد؟ أتباع أهل البيت الإمامية الإثنى عشرية حصريا
فقط. هذه هي الفرقة الناجية، مو أي فرقة تدعي أنها تنتسب إلى أهل البيت صارت هي الفرقة الناجية. زين، كلام حلو، كلام لطيف، كلام طيب، بس وين الدليل على ذلك؟ هل يوجد دليل على أن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية هم الشيعة، هم الفرقة الناجية؟ وين الدليل؟ نريد دليل عقلي بالمنطق لمن لا يؤمن بالنصوص، ونريد دليل نصي نقلي، وبشرط أن لا يكون من مصدر غير معتمد عند بقية المسلمين. يعني لا تقول قال الإمام جعفر الصادق، لأن جعفر الصادق حجة كلام عندك مو عندهم. كلام الإمام العسكري حجة عندك لمن تقول بحجيته، لكن غيرك ما يقول بحجيته، يقول هو من أبناء رسول الله بس ما نعتمد كلامه، ويسلبوا منه صفة العصمة والإمامة والحجية على وجه الأرض. إذن لابد يكون نص، يعني قرآن أو رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أما الدليل العقلي على أن الفرقة الناجية هم الإمامية الاثنى عشرية هو هذا الدليل، وهو أبسط الأدلة، أدلة كثيرة درجها علماء العقيدة، لكن واحدة من هذه الأدلة هذا الدليل وهو أبسطها. قالوا إذا وجدنا أن الفرق الإسلامية اتفقت فيما بينها وشذت عنهم فرقة، وكان هذا الشذوذ والاستثناء في أمر من أصول الدين وتترتب عليه بقية أصول الدين وفروعها، دل هذا الاستثناء على أن الفرقة الناجية هي تلك المستثنى بهذه العقيدة. يعني شنو؟ يعني إذا شفنا المسلمين كلهم متفقين متحدين في أفكارهم، أو عندهم اختلافات بس مو على مستوى السقف الأعلى في الإسلام وهو الجانب العقائدي، لا لا، وإنما مختلفين فيما بينهم في مسائل فقهية، تكتيف وغير تكتيف، وتسجد على سجاد لو تسجد على قاشي، زين، أو قضية قصر وإتمام، أو في بعض المسائل التفصيلية في جوانب العقيدة، لكنهم متفقون فيما بينهم في الكليات. إذا شذ الطائفة من بينهم في أساس من أساسات الدين في الجانب العقائدي، هذا الشذوذ والاستثناء دل على أنها الفرقة المستثنى. زين، المسلمون فيما بينهم موجود اختلاف بس عندهم اتحاد في شيء، أنا وإنت الشيعة أتباع أهل البيت نختلف معهم فيه، ما هو الشيء العقائدي الأساسي الموجود أصل من أصول الدين نحن موجود عندنا وغير موجود عند البقية؟ ما هو هذا الشيء؟ شنو هذا الشيء اللي إحنا موجود عندنا ما موجود عند غيرنا؟ ما هو؟ تعرفه أنت يا مؤمن؟ القول بأحقية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، القول بأحقية المولى أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا موجود عندي وعندك عند غيرنا ما موجود هذا الشيء. طوائف الإسلامية فيما بينهم اختلافات أشكال وألوان وكفر بعضهم البعض، لكن في قضية القول بأحقية أمير المؤمنين ما موجود إلا عندي وعندك، صحيح لو لا؟ 1400 سنة يحاولون يثنون فكر مالنا، يثنون عقيدتنا، يحاولون أن يكشفوا لنا أننا على خطأ وهم على حق، أشكال وألوان، وسائل تواصل، أساليب مختلفة في إيصال هذه الفكرة إلينا، وإحنا ما عدنا أدنى شك في أن أحق الناس بعد رسول الله هو أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، ما عدنا شيء غير هذا الكلام. اختلفوا فيما بينهم بس اتفقت كلمتهم على أن أمير المؤمنين ليس بالأحق، اختلفوا فيما بينهم بس اتفقت كلمتهم على أن الأئمة 12 ما موجود عندهم هذا الشيء، بس أنا وإنت لا مستثنون في ذلك. هذا الاستثناء دل على أن الفرقة الناجية هم الإمامية الاثنى عشرية. زين، يمكن إنسان يجي يقول والله زين شو تقول أنت مثلا في الإسماعيلية؟ الإسماعيلية يقول بإمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه، إيه نعم يقول بإمامة أمير المؤمنين، بس ما يقولون بالعدد الذي أنا وأنت نقوله، لأنهم يصلوا إلى الإمام الصادق ثم يطلعون إلى جانب آخر، إلى إسماعيل ابن الإمام الصادق، ثم من إسماعيل إلى ولده محمد، ثم إلى ولده عبد الله، ويطلع لك في سيد ثاني، ما يلتزمون بالذي أنا وأنت نلتزم به. يمكن يقول إنسان الزيدية شلون؟ الزيدية يقول بإمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه، عندك خبر الزيدية يقول بأحقية أمير المؤمنين، لكن عندهم قاعدة يجوز تقديم المفضول على
فاضل. ما طول الأمة اتفقت على فلان وفلان وفلان قبل أمير المؤمنين، صدق علي أفضل منهم، بس ما طول اتفقت الأمة على ذلك، لا بأس بتقديم المفضول على الفاضل، فيروا شرعية من تقدم على أمير المؤمنين. إذن ما يتفقون وياي وياك، فرقة واحدة فقط اللي مصرة على موقفها، وقضية محورية الإمامة مو قضية عادية، أصل من أصول الدين يترتب عليها أمور كثيرة، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية وغيرها من هذه الأحاديث. إذن مسألة خطيرة جدا، نحن نختلف مع غيرنا، هذا الاختلاف عن بقية الطوائف الإسلامية يدل على أن هذه الفرقة هي الفرقة الناجية، لأنها مستثنات، النبي استثناها كذلك هي استثنيت بعقيدتها، وهذا الاستثناء دل على أنها المقصودة بالنجاة. هذا بالمنطق، هذا بالتعقل، بلحظة تفكير مع نفس الإنسان يكشف هذه الفكرة، ما يحتاج إلى آية ولا رواية. بس مع ذلك أيضا هناك روايات وآيات تدل على أن الفرقة الناجية هم أتباع أهل البيت سلام الله عليه. مثلا من الأدلة الروائية لما نزل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أولئك هم خير البرية، قام رجل إلى رسول الله قال يا رسول الله من هم خير البرية؟ الرواية يرويها المخالف والموالي، من هم خير البرية يا رسول الله؟ فأشار رسول الله إلى رجل كان بجانبه منه أمير المؤمنين، قال هذا وشيعته هم خير البرية. أنت سمعت قال النبي في حق علي أو في حق غير علي كما قال في حق علي؟ يا علي أنت وشيعتك على منابر من نور حولي في الجنة، يا علي لولاك لم يعرف المؤمنون من بعدي، يا علي ترد علي وشيعتك غرا محجلين، يا علي أنت وشيعتك الفائزون بالجنة، يا علي أنت وشيعتك على منابر من نور، يا علي. هذا دائما يقولها في حق أمير المؤمنين، ما سمعنا قالها في حق آخر غير أمير المؤمنين. زينوا الآن من المتمسك بأمير المؤمنين في هذا الزمان وفيما قبله؟ أي طائفة، أي خط، أي مذهب، أي توجه ملتزم بمنهاج أمير المؤمنين ومتمسك بأمير المؤمنين أشد التمسك؟ هو هذا الإمامية الإثنى عشرية. إذن هذا دليل على أن الفرقة الناجية هي هذه الفرقة دون غيرها، والنبي صلى الله عليه وآله لم يصرح في هذا الحديث بأن الفرقة الناجية هي فرقة الشيعة، لكن صرح في آية في روايات أخرى، روايات كثيرة كان يصرح بأن الشيعة هم الفرقة الناجية، أنت وشيعتك أولئك هم خير البرية، أنت وشيعتك الناجون، أنت وشيعتك الفائزون بالجنة، ما قالها في حق شخص آخر. وهذا يوصلنا إلى حقيقة مهمة جدا، حقيقة تاريخية حول من يقول بأن الذين قتلوا الحسين هم شيعة أبيه في العراق، غير يقولون هذا الكلام، وإلى يومك هذا قبل أيام في برنامج من البرامج قاعدين يحللون حول سيرة أبي عبد الله الحسين ويقولون هذه الفكرة موجودة عندهم بأنه الذين قتلوا الحسين هم شيعته في العراق وشيعة أبيه. الجواب سهل جدا، من قال أن الذين قتلوا الحسين هم شيعته؟ ما في دليل على ذلك. ثم أن التشيع هو موالاة أمير المؤمنين، هل الذين قتلوا الحسين هم الموالون؟ ألم يقولوا إنما نقاتلك بغضا منا لأبيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم. يقول المفسرون هذه الآية فيها ضمير، هذا الضمير يعود على نوح، يعني وإن من شيعة نوح لإبراهيم، كان إبراهيم من شيعة نبي الله نوح. نسأل المفسرين كيف صار إبراهيم من شيعة نبي الله نوح؟ نوح في زمان وإبراهيم في زمان ما التقوا بعض، كيف صار هذا من شيعة ذاك؟ قالوا لثلاثة صفات أو لثلاثة أمور موجودة في إبراهيم جعلت نوح أو جعلت إبراهيم يكون من شيعة نوح. شنو هالصفات الثلاث؟ قالوا أولا كان محبا لنبي الله نوح، كان إبراهيم يحب نوح. اثنين إبراهيم كان على منهاج نبي الله نوح، على نفس المنهجية مالته.
ثلاثة، إبراهيم كان مناصرا ومدافعا ومحاميا عن منهج نوح. أي إنسان يتكلم على نوح بمنقص أمام إبراهيم يهب إبراهيم للدفاع عن نوح ومناصرة منهجه. هالثلاث الصفات، المحبة والاتباع والمناصرة والدفاع، جعلت القرآن يعبر عن إبراهيم بأنه من شيعة نوح. إذن الشيعة من هم؟ الذين حازوا على هالصفات الثلاث. أولا المحبة لأهل البيت، اثنين اتباع منهج أهل البيت، ثلاثة نصرة أهل البيت والدفاع عن أهل البيت والاستماتة من أجل أهل البيت. يا الله يكون هذا الإنسان شيعي، وإلا لا يكون شيعيا. الذين خرجوا لقتال الحسين فيهم هالصفات هذه؟ ما موجودة فيهم. إلا من خرج لنصرة الحسين ودافع عن الحسين واستمات من أجل الحسين، أولئك هم شيعته. هذا لين شيعة أبي عبد الله الحسين، مثل من عقد هذا المجلس له حسب التسلسل في إعادة العشرة، مثل شيخ الأنصار حبيب ابن مظاهر الأسدي. هذا مثال التشيع، هذا الأنموذج الراقي للتشيع، اللي يجلس بعد أن وضعت الحرب أوزارها ورأسه بين ركبتيه مطرق إلى الأرض، دموعه تسيل على خده، يلتفت إليه أمير المؤمنين يقول له: ها يا حبيب أبا قاسم، أشوف دموعك تسيل على خديك، إيش صاير عندك؟ ما الخاطب؟ قال: يا أمير المؤمنين، لا أرى لي حظا ونصيبا في الشهادة، ما أشوف موفق لأن أنال الشهادة، أصحابي وزملائي وأصدقائي الذين هم شيعتك، اللي صاحب حظ عظيم حصل الشهادة بين يديك مثل عمار وغير عمار، بس أنا أشوف ما لي حظ وياهم. صار أمير المؤمنين يربد على كتفه، قال له: حبيب أنت تغبطهم، هم أولى أن يغبطوك. كيف يا ابن رسول يا أمير المؤمنين؟ قال: يأتي يوم فتنال الشهادة بين يدي من تكون الشهادة بين يديه أفضل. قال: من تقصد سيدي؟ بعد في أحد الشهادة بين يديه أفضل؟ قال: نعم. من؟ فأشار أمير المؤمنين إلى ولده، قال: ولدي هذا يجي يوم ويرسل لك كتاب، انتظر بس متى يأتيك هذا الكتاب، الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يدي. وبقي 20 سنة ينتظر هذا الكتاب. متى استشهد الإمام أمير المؤمنين؟ سنة 40. متى صارت واقعة كربلاء؟ سنة 60 61. يعني 20 سنة حبيب قاعد ينتظر متى يجي هذا الكتاب، ينتظر بفارغ الصبر إلى أن جاء ذلك اليوم. وقد وصل أبو عبد الله إلى كربلاء وأيقن بنزول البلاء عليه، واجتمعت الصفوف والألوف حوله من كل جانب، وإذا به يلتفت إلى أخيه أبي الفاضل، قال: يا أبا الفاضل، ناولني الصندوق الذي فيه الرايات. ويخرج لصندوق قد وضعت فيه الرايات، 12 راية. قام أبو عبد الله بتوزيع تلك الرايات، راية رفعها وأعطاها إلى ولده علي الأكبر، تفضل بني هذه رايتك. راية أخرى أعطاها العباس وهو اللواء الأعظم، راية ثالثة أعطاها القاسم، رابعة أعطاها نافع، أخرى أعطاها زهير، وهكذا حتى وزع 11 راية، والراية الأخيرة لفها وأركنها إلى جانب. تطاول الأنصار، كل يريد أن يكون هو صاحب النصيب فيها. كلما جاء أحدهم قال: يا أبا عبد الله، من علي بهذه الراية؟ قال: أنت كفء كريم، لكنها خصصت لغيرك. يبتعد هذا يجي غيره: سيدي أبا عبد الله، لعلك تقصدني بهذه الراية، ليكون أنا المقصود بها. قال: أنت كفء كريم، لكنها خصصت لغيرك. وهكذا صاروا يتوافدون عليها، إلى أن وصل الخبر إلى من؟ إلى علي السجاد وهو في الخيمة عليل، زينب تمرضه، وصلت إليه الأخبار: ترى أبو عبد الله وزع الراية. قام يتوكى على عصا حتى جاء إلى الخيمة، قال: أبا عبد الله، أبا حسين، هل أن هذه الراية لي؟ ليكون أنا المقصود بها.
قال لا يا ولدي إنها خصصت لرجل يأتينا من الكوفة لا أحد يشيل الراية لا أحد يشيل الراية يا سيوف حرب منكم لا أحد يشيل الراية بس ما طواها ولفها ثارت جميع رجال رحمك الله يا بن فايز بس ما طواها ولفها ثارت جميع رجال كل من يريد يشيلها وكلهم كفوا وخيا قالهم عزيز الزهراء ومدام عهما يسيوف حرب منكم لا حد يشيل قالهم عزيز الزهراء ومدامعا يجريه لحد يشيل الراية حتى يجي راعي لحد يشيل الراية حتى يجي راعي وبصدر العدا يركزها ونار الحراب يوري يسيوف حرب منكم لا أحد يشيل الرأ من تقصد يا أبا عبد الله قالوا إليه يا ابن النبي منه الذي تعني منه الذي بالكوفة مكتوب بيت والديل قالوا إلى يا ابن النبي منه الذي تعنيل منه الذي بالكوفة مكتوب بيت والديل قالهم حبيب سنادي بكتب إليه الليل حتى يجي من الكوفة حتى يشيل الراء وكتب الكتاب إلى حبيب ثم أرسله إلى حبيب وصل الكتاب إلى حبيب ما بقى إلا ليلة واحدة من بلج عمود الفجر من اليوم الثاني إلا وحبيب قد وصل إلى كربلاء أبو عبد الله كان جالس مع أصحابه مع أنصاره مع بني هاشم وإذا بغبر ثائر من جهة الكوفة رفع الحسين رأسه دقق النظر ثم التفت إليهم قال أخي أبا الفضل نور عيني علي ابن أخي قاسم فلان فلان قوموا واستقبلوا عمنا حبيب فقد جاء لنصرتنا ما حل ذهيج الشمايل يوم طب الكربل ما حل ذهيج الشمايل يوم طب طلع عباس البطل بأولاد أخوي استقبل مرحبا يقيل للشهيد زينب تقيل لها
وصل مستأبشر لبوسك نوتنا والراية جاه من زينب سلامه ومدمع في الحال ساء وقبل يسلم على الحارة وعلى ذيك العيا صاح يا واسفة يا زينب تركبين على الجمال حيته بأحسن تحية وسر قلبها بنخوة حبيب أنت إلى الحسين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اشف كل مريض اللهم فك كل أسير اللهم رد كل غريب اللهم اغن كل فقير اللهم اشبع كل جائع اللهم اكس كل عريان اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم يا رب من كان في مجلسنا هذا طالب حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضاه ولهم فيها صلاح نسألك اللهم أن تقضيها وتيسرها له يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين من سألنا الدعاء إلى مرضاهم اللهم من عليهم بالشفاء والصحة والعافية اشفهم بشفائك داوهم بدوائك خلصهم من بلائك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين إلى أرواح موتانا موتاكم من مات على الإيمان موت المؤسسين والحاضرين ومن مضى من هذا الجمع يهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.